ان شاء الله. الحمد لله يا ربي درنا اللي علينا ووفقنا ربي وعطانا على حساب مجهودنا واش درنا العام كامل ان شاء الله. كانت منافسه قويه من نوع ما. عدى ميسوني عبد الحق اف 32 اللي فاز بالمرتبه الاولى ميداليه ذهبيه للجزائر ولكل الشعب الجزائري. كاين واحد دائن واحد اخرين راهم في المشاركه حد الان راهم في رمي الرمح 56 57 انا نستناو النتيجه واحد اخرى ان شاء الله.